there is something about that tangle of strangers, pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died. So they got him after all. You assume he was killed? No, not. Well, he was in perfectly good health. He had his enemies. Indeed, he was murdered. Good God. Murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murder... What is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. مثل ما جرت مؤخرا العادي ولحتى يضمن صناع الأفلام السينمائية النجاح الساحق لأفلامهم عم يلجأوا للتفتيش عما في جعبة الماضي من كنوز أدبية. هالمرة الاختيار وقع على نص لأفضل روائية ورواية بوليسية على الإطلاق، وهي الكاتبة البريطانية الشهيرة أغاتا كريستي وروايتها Murder on the Orient Express أو جريمة في قطار الشرق السريع، أي على واحدة من أشهر الروايات وأكثر مبيعا وإدهاشا عبر التاريخ. الرواية اللي صدرت بالعام 1934 تم تبنيها مؤخرا بفيلم من المتوقع إصداره بتاريخ 10 نوفمبر 2017، وهالفيلم يعتبر التبني الرابع لرواية كريستي بعد مسلسلين تلفزيونيين وفيلم تم تنفيذه سنة 1974. Ever involved in murder. The murderer is with us now. You can identify the murderer? Lauren Bacall. I mean nothing of the kind. I mean there was a man in my compartment last night. Monsieur. Martin Balsam. She did it. Thou shalt not kill. Ingrid Bergman. Jacqueline Bisset. He makes it sound like a poison. Jean-Pierre Cassel. Monsieur Hercule Poirot. Sean Connery. How did you know? Beddoes. John Gielgud. Mr. Beddoes. He did it. The butler did it. بتدور أحداث الرواية والفيلم أيضا بقطار الشرق السريع لما بتوقع جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي، وبيتولى المحقق إركول بواغو مهمة التحقيق بقطار الشرق السريع يلي كان مزدحم بالركاب، وبعد ليلة مرهقة تعطل فيها القطار بسبب تراكم الثلوج بيكتشف الركاب صباحا رجل مقتول بمقصورته وبجسمه 12 طعنة. التوتر بيزداد والحيرة بتبلغ أوجها، وبتدور الشكوك حول 13 شخص من ركاب القطار لتظهر سلسلة من المفاجآت بتكشف القاتل يلي لم يكن بالحسبان، ولكن المحقق إركول بواغو بفاجئ الجميع. ما في قطار الشرق السريع بنسخته 2017 تولى إخراجه كينيث برانا، وهو أيضا قام بدور المحقق بوارو إلى جانب مجموعة من الممثلين أبرزهم جوني ديب، دايزي ريدلي، ويليم دافو، ميشيل فايفر، بنيلوبي كروز وجودي دنش. أما السيناريو فلمايكل جرين يلي ما كانت مهمته صعبة بما أنه أغاتا كريستي قدمت له كل عناصر النجاح على طبق من فضة، هي يلي جعلت بروايتها المستحيل ممكن، وقدرت بأسلوبها أنها تقنع المتلقي بإمكانية حدوث جريمة مماثلة رغم استحالة هالشي على أرض الواقع. الشخصيات كتير حقيقية نابضة بالحياة، الرواية مفعمة بالإثارة، والجميع مجرم بالوقت نفسه، والنهاية مفاجئة لا يمكن توقعها بأي حال من الأحوال. نعم مريم، تبعا لعنوان الرواية جريمة في قطار الشرق السريع، الأحداث كمان عم بتصير بمنطقة الشرق؟ الأحداث جوال عم بتصير داخل قطار الشرق السريع يلي كان متوجه من اسطنبول
إلى لندن. اكتشاف حادثة القتل والتحقيق فيها حصل لما توقف القطار بسبب تراكم الثلوج بيوغوسلافيا. قطار الشرق السريع هذا اللي لازم نعرفه منه من نسج خيال أغاتا كريستي، ولكن هو القطار اللي كان موجود بهذيك الفترة وكان يوصل الغرب بالشرق ويمر بعواصم وبلدان من السان إلى إسطنبول إلى حلب بغداد طرابلس وحيفا والقاهرة. وتوقف هالقطار من عشرات السنوات بالشرق الأوسط بسبب الصراع العربي الإسرائيلي وبسبب الحرب الأهلية اللبنانية بال75. هالقطار يلي يعتبر بوقتها إنجاز صناعي كتير مهم تحول إلى حكاية خيالية ألهم أدباء كتار، منهم أكيد أغاتا كريستي كانت هي من أبرز المسافرات على متن هالقطار، قطار الشرق السريع، واستوحت أحداث هالرواية جريمة في قطار الشرق السريع، استوحت أحداثها منه أغاتا كريستي مثل كتار من الأدباء سحرت بالشرق ووظفت هالسحر ببعض من رواياتها البوليسية. نعم شو حلو شوقتيني مريم. يلا كم شهر؟ الرواية مثل ما قلتي صدرت بالعام 34 وتم تبنيها سابقا 3 مرات. برأيك هل هالشي بيعني انه الرواية يلي صارت معروفة احداثها رح تفقد عنصر التشويق والإثارة فيها بالنسخة الجديدة؟ شوفي جوال، هو مخرج هالفيلم كينيث برانا كان متيقن لهالموضوع. القصة صدرت مثل ما عم تقولي من 84 سنة وصارت معروفة أحداثها، ولكن برانا أكد بأنه هالنسخة السينمائية من جريمة في قطار الشرق السريع رح تتضمن مفاجآت كتيرة، خاصة بالنسبة اللي بيعتبروا أنه بيعرفوا الرواية. واعتبر المخرج أنه هدفه بهالنسخة هو إيجاد مقاربة جديدة لهالقصة يلي بكل الأحوال بتحمل مقاربة جديدة، بما أنها تعتبر رواية كلاسيكية ودائما الروايات الكلاسيكية تستحق إعادة تقديمها من جديد، دائما قابلة لعدة مقاربات. طبعا هيدا من بعد ما حصل المخرج برانا على موافقة حفيد أغاتا كريستي وريث تركتها الأدبية اللي بدوره أثنى على رؤية المخرج ومقاربته الرائعة لهالقصة. كتير منيح. نعم نختم مع الفيلم مشهد جديد. أوكي. المشهد من الفيلم الترويجي. ميرسي مريم. You know, there is something about a tangle of strangers pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died. So they got him after all. You assume he was killed? No. Not. Well, he was in perfectly good health. He had his enemies. Indeed. He was murdered. Good God. Murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murderer. What is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you. He's a suspect. And who are you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. مع اقتراب الموسم الدراسي رح نحكي أكثر عن حملة علم مستقبلنا، وهي حملة رح نحكي عنها بالتفصيل مع ميلاد أبو جودة مسؤول برامج تربية بجمعية إنقاذ الطفل لبنان. أهلا وسهلا فيك ميلاد. شكرا. قبل ما نحكي عن علم مستقبلنا، وهي مثل ما العنوان بدل يعني واضح مجرى الحديث شو رح يكون، خلينا نحكي عن الأرقام اللي بتخوف شوية اللي هلأ نحن عم نعيشها. هي 500,000 طفل بين لبناني وسوري اليوم برات المدارس. مزبوط، لأنه بعد في كتير أولاد ما قدرنا نوصل أنه يفوتوا على المدرسة، على المدرسة الرسمية. في كتير أولاد بعد ما حصلوا ولا على أي دعم تربوي ولا أي برنامج تربوي. يعني وزارة التربية اللبنانية عم تعمل مجهود كتير كبير أنه فات كتير أولاد عم بيدرسوا، إن كان الأولاد اللبنانية عم بيكونوا قبل الظهر، ولكن الأولاد السوريين عم بيكونوا بعد الظهر.
كتير منيح وشغل كتير منيح أوكي. وجيد ولكن بعد في كتير أولاد بريت المدرسة ليش؟ لأن أولا ما في مطارح وبدنا دعم بعد أكتر يعني الوزارة بدها بعد دعم أكتر كرمال أنه تفتح مطارح أكتر تفتح صفوف أكتر ولكن كمان في كتير بعض مناطق الأولاد بعد ما عم بيقدروا يوصلوا على المدرسة أو لأنه في مشكلة مواصلات أو لأنه المعلومات ما وصلت لهم أو لعدة أسباب أخرى أو أنهم عايشين بمنطقة ما فيها مدارس بعيدة. إلى آخره عفوا هلا الأرقام كمان مهددة بعد أنه ترتفع لأنه مثل ما عم بسمع الأرقام هلا بزيادة الأرقام ممكن ترتفع إيه إذا مثلا ما لحقنا وكل الأولاد فاتوا على المدرسة من هون أهمية حملتنا نحن وشركائنا لحتى نشدد على أهمية أنه كل ولد يروح على المدرسة ياخذ المعلومات ويتسجل ولكن ممكن كمان ترتفع لأنه الأولاد اللي عم يفوتوا على المدرسة رح يواجهوا صعوبات كمان يمكن يتركوا يعني يمكن يفوتوا مثلا صعوبات لها علاقة بالبرنامج اللي هو صعب شوية بالنسبة لأولاد منهم معودين على البرنامج اللبناني أو ممكن بالنسبة لأولاد يمكن تأخروا وصار لهم سنتين غايبين كيف يلي بحاجة لدعم تربوي ليقدروا يفوتوا ينخرطوا بقلب البرنامج أو أولاد في صعوبات كتيرة مثلا المواصلات المادية والمواصلات هلأ كل التسجيل والتعلم بالمدرسة الرسمية مغطى يعني في دول منيحين وفي جهات منها عم بتغطي نحن عم نقول ما بيقدي ما بيكفي ولازم بعد نعمل مجهود أكتر يعني الدعم مش بس لازم يكون مادي لازم يكون كمان معنوي وبركي توعوي أكتر على مصلحة الطلاب الدعم التوعوي كتير مهم ومن هون أهمية الشغل اللي نحن بنعمله أنه نشرح أنه الولد يتعلم هيدا حق لإله هيدا حق ما حدا يربحه جميلة ولا يمننه أنه نحن عم نعلمك هيدا حق لكل ولد ولبنان ماضي على شرعة حقوق الأطفال يلي هي بتأمن أنه كل الأولاد موجودين على الأراضي اللبنانية لازم يحصلوا على الحقوق تبعهم منهم أنهم يتعلموا ومش بس يتعلموا يحصلوا على نوعية بالتعلم هيدي كتير أساسية ومهمة نوعية تعلم يعني برامج قادرين يفهموها قادرين يلاقوا الدعم بقلب المدرسة مدرسة بتكون عم تحترمهم وعم تستعمل أساليب دعم وأساليب متابعة وما يكون في عم بيأثر عليهم أي نوع من عنف أو أي نوع من تفرقة يلي ممكن تأثر على دراستهم أوكي. أوكي ميلاد في تي في سي خاص للحملة منشوفه من كفة إيه إذن هيدا تي في سي وبالفعل في نص مليون طفل ما قادرين يوصلوا للمدارس لحيالله سبب شو عم تعملوا؟ نحن عم أول شيء عم بنشارك يعني بفعالية إنه نوجه ونوعي الأهل والمجتمعات وكل الناس اللي نشتغل معهم إنه أهمية إنه الأولاد يتوجهوا ويكونوا مسجلين بالمدرسة بس بدي أقول شغلة يا ميلاد هيدا نقطة بديهية يعني الأهل أكيد لازم يعرفوا أنه أولادهم لازم يكونوا بالمدرسة لا يعني ليش بعد في شغل ومجهود ودعم وتعب لهي النقطة تحديدا لأنه النقطة منا بديهية مثل ما نحن من لا خمين. بديهية قصدي أنه صار لازم سهلة. تكون إيه واصلة لكل بعد الناس. في أهل بيخمنوا أنه لازم يدفعوا لحتى يسجلوا أولادهم بالمدرسة بعد في أهل بيعتلوا هم المواصلات إذا عم بحكي أنا مثلاً أهل موجودين بضيعة صغيرة بالبقاع المدرسة بعد الظهر رح تخلص الساعة 6:30 وعتمة وسقعة رح يعتلوا هم نحن بدنا نقول للأهل أنه لازم بعض الأهل هن كمان بيختاروا أنه ما يفوتوا أولادهم على المدرسة من الأساس إذا الأولاد كبروا شوي وبدهم أنه هن يشتغلوا معهم يساعدوا إلى آخر
من هون نحن وهذا الفيديو اللي نحن فرجيناه هو انه اهميه انه نكون واعيين. يعني في ناس بيكونوا موجودين بمحيطنا ومطرح ما نحن عايشين بيكون ما منشوفهم، بس هول الاولاد كثير مهم لانه العلم هو رح يامن لهم مستقبل، مش حيلا مستقبل انه يقدروا من خلال العلم يحصلوا على نوعيه جيده ورح يكون مزبوط. يعني علمهم مستقبلنا لنا، وجهلهم كمان رح يكون مستقبلنا، يعني بحال كمان صح. ما فاتوا على المدارس ونحن اللي رح نتاثر، رح يكونوا انابل موقوته كمان موقوته، يعني ما رح نقول انابل موقوته، ولكن نحن كثير بنشدد انه اذا تعلموا قادرين يكونوا يعرفوا يحموا حالهم ويعرفوا يطوروا حالهم. كل ما نحن عندنا اولاد عم بيعرفوا يتعلموا ويطوروا حالهم هيدا مجتمعنا بالنتيجه، نحن عم نتطور كمان. من هون اهميه انه مش بس يحصلوا على حق التعلم، حق بنوعية التعلم كمان. هيدي المشاهد اللي عم نشوفها من وين؟ هولي مشاهد من عدة برامج عنا إياهم بلبنان، إن كان أو دعم مدرسة أو منعمل نحنا مثل تحضير لحتى يفوتوا على المدرسة ليكون المستوى تبع الأولاد قادر يكونوا نوع من دعم صيفي، ولكن لا يقدروا يفوتوا على المستوى اللي هن قادرين يفوتوا عليه ويبقوا بالمدرسه. مش بس مهم انهم يفوتوا على المدرسه، المهم انهم يبقوا ويكملوا السنه يعني الدراسيه. يعني الحمد للاهل كمان، الحمد للاهل ولكل الاشخاص اللي قادرين انهم يوصلوا المعلومات ويساعدوا انهم ينشروا اهميه انه الاولاد يروحوا على المدرسه ويتعلموا. ومش بس يعني حكينا عن اهميه توعيه الاهل والاطفال، بس كمان في دور كثير مهم للاساتذه يلي عم بيعلموا الأطفال. من هون الشغل اللي عم تعمله الوزارة إنه اليوم في توعية أكتر، في متابعة أكتر، في تحضير أكتر للأساتذة. ونحن كمان إن كان بالبرامج الغير رسمية، مثلا نحن بنشتغل كتير برات المدرسة، بنعمل كتير برامج تربوية برات المدرسة، بنعمل دعم للأساتذة ليكونوا الأساتذة بالشغل اللي عم بيعملوا يكونوا دامجين، يعني يساعدوا الولد إنه ينخرط بقلب الصف يقدر يتعلم وما يكون في تأثيرات سلبية على التعلم تبعه. من هون أهمية الدعم اللي بنخلقه بين الأساتذة وبين الأهل، يعني ما يكون بس دوره إنه عم بعلم الطفل لا، على في نوعية تعلم مزبوط. يعني بشدد عليها وهيدي كتير مهمة، كتير مهمة نوعية التعلم بتغير الأشخاص، يعني كلنا مرقنا فيها كلنا بتغير حياة الأشخاص. ومعروف إنه الأستاذ بحببك بالمادة أو لا، ايه وفي أساليب، يعني أوقات الأساتذة بيكونوا بيحبوا يعلموا بس ما عندهم التقنيات والأساليب ليعلموا. نحن بنساعدهم إنه يتعلموا هالتقنيات وإنهم يعلموا بطريقة إنه الولد يكون حقيقة عم بيتطور وعم بيستفيد. اوكي، طيب انتو جمعيه وحده عم تعملوا هالشغل كله؟ نحن جمعيه ولكن عندنا شركاء كمان، عندنا شركاء جمعيات محليه، ولكن نحن جزء من حمله وطنيه مع وزاره التربيه اللبنانيه، ولكن مع كمان عده اجهزه من الامم المتحده مثل اليونيسف، ولكن كمان مثل مفوضية العليا لشؤون اللاجئين وغير جمعيات. كلنا منشبك شغلنا مع بعضنا ومننسق اولا لحتى ما يكون في شغل فوق شغل، ثانيا لحتى نوصل لعدد اكبر من الاولاد، وهيدي كثير مهم بالنسبه لنا. ميلاد سوري، متى انطلقت الحمله؟ ما حسيتوا شوي انه مؤخرين؟ يعني اللي اوريدي لا مش مؤخرين، لانه التسجيل للمدرسه الرسميه اللبنانيه بلش قبل وبعد جمعتين بتبلش المدرسة الرسمية، ولكن تسجيل للمدرسة للأولاد اللاجئين مثلا سوريين هو هلأ ببلش هلأ نيسو. نحن كتير حلوين على الصور، بس لأنه رح يخلص الوقت، كتير حلوين الصور والمساجات اللي عم نشوفهم، مساجات إنه أشخاص قادرين من خلال التعلم يغيروا حياتهم وغيروا حياتنا نحن وغيروا حياتنا، لأنه نحن بالنتيجة رح نعيش سوا ورح عم نعيش سوا. سو في نوعية حياة لنا كمان مهمة وأساسية. أوكي ميلاد أبو جودي، مسؤول برامج التربية بجمعية إنقاذ الطفل لبنان، نحن بنشكر حضورك معنا. شكراً لكم. وعن جد إن شاء الله ما بيضل ولا ولد صح. برات المدرسة، إن رغب هو وإن ما رغب أكيد هالشي رح ينعكس إيجاباً على حياته بالمستقبل، ورح يكون مقدركم كتير وشاكر لألكم أكيد. أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. شكراً على استقبالكم. أهلا فيك. بريك نرجع نتابع أخبار صباح، خليكم معنا.